يحضر معي المدافع والحارس الذي كان اليوم في منتخب جزر القمر ان ديفونسور مدافع يصبح بين ليلة وضحاها حارس مرمى، حدث تاريخي بالنسبة للمنتخب، ولكن الأمر تاريخي بأتم معنى الكلمة. هذا لربما حصل هذا لأول مرة في عالم كرة القدم، ولكن الدروس المستفادة هي إيجابية. كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، إذا لم نلعب بحارس مرمى، ولكن نحن نستحق الثناء. لم نبخل على منتخب جزر القمر بأي قطرة عرق، نحن فخورون بأنفسنا وفخور أيضا بالشعب جزر القمر. ولكن تألقتك حارس مرمى اليوم، قمت بما علي في هذه المباراة وحاولت أن ألعب كمدافع خامس، ولكن حينما كان يسدد أي مهاجم كنت أتصدى بطريقة جيدة. سجلنا هدف ونحن نلعب منقوسين، بذلت قصارى جهدي بالنسبة لزملائي ولشعبي، وأنا فخور بهذا الأمر. سؤال أخير، ما أصعب أن تكون مدافع أو حارس مرمى؟ بصراحة حراسة المرمى صعبة جدا لحينما يكون لديك هدافين من الطراز العالي، ولكن أيضا أريد أن أعود إلى منصبي وموقعي كمدافع. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وجزر القمر في الدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022. تقام المباراة يوم الاثنين 24 يناير 2022، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، 9 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 7 مساء بتوقيت المغرب. القنوات الناقلة بي إن سبورت ماكس. معلق المباراة خليل البلوشي.